تميز الشوط الأول من المباراة بكثرة الفرص الضائعة من جانب شباب قسنطينة الذي حاصر منطقة الحارس بولطيف. الحارس بولطيف تألق أيضا في صد أخطر الكرات، فيما اعتمد شباب قسنطينة على الكرات الطويلة، مما سمح لبولنداس من وضع الكرة على القائم. كرات شباب الفكر التي وصلت إلى الحارس محمد سيدريك كانت كلها من كرات ثابتة، فيما وصل شباب قسنطينة تضييع الكرات الساخنة على غرار محاولة حوري الذي أخفق أمام الحارس بولطيف. آخر فرصة في المرحلة الأولى رأسية بولنداس جانب القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. نفس السيناريو ميز المرحلة الثانية في غياب التركيز من جانب عناصر شباب قسنطينة، إلى جانب الانتشار الجيد لرفقاء المدافع القوي جريش، كما تألق أيضا الحارس بولطيف في أكثر من مرة. الخمس دقائق الأخيرة من المباراة جاءت مثيرة وحاسمة، والبداية كانت بمنح الحكم ركلة الجزاء لشباب قسنطينة احتج عليها بقوة عناصر شباب الفكرون. نفذها بنجاح البديل صامات بعد معاناة كبيرة. بعدها بأربع دقائق أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لشباب قسنطينة بتسديدة قوية. وفي الوقت البدل الضائع قلص البديل قارن من جانب شباب الفكرون النتيجة، لينتهي اللقاء في الأخير بفوز شباب قسنطينة بهدفين لهدف. صافي لونطو ما درناش بون ريزولتا في ستاد تاعنا، اون ايتي سو بريسيون باسكو كان لازم علينا نربحو، تقلقنا شوية ديال الديبي، مي الحمد لله في دوزيام ايطون تما عرفنا كيفاش نماركو دو بيت وجريناها بيان الحمد لله. سير ولاو كاع اللور دونك حنا تما ايزون ريكيلي ديال الديبي ولعبوا 11 اللور، تما سيتي ديفيسيل بور نو باش نماركي، والحمد لله ربي جابنا البيت الاول على بينوتي ودوزيام ماركينا الحمد لله. شباب عين فكرون دار مباراه كبيره من ناحيه خاصه من النظام التكتيكي، اعتمدنا على الهجومات، اعتمدنا على الهجومات المرتده، كانت قادر تعطي ثمارها، ولكن شفت هذاك الشيء اللي اثر فينا هو ضربه الجزاء في 86 دقيقه اربع دقائق قبل نهايه المباراه. انا ان شاء الله نتمنى نشوف، انا ما نلحقش على كل حال باش نشوف اعاده على الاخر، وانا ما نحكمش على الحاكم، ولكن انا حسب رايي شفت الكره خرجت واللاعب اللي كان اللي حتى ولو كان تمسك الكره راحت عليه، حسب رايي على كل حال ان شاء الله نشوفوها ونحكموا على الحاكم هذا على كل حال. فماشي من عادتي باش نتكلم على هذا الشيء، ولكن ضربه جزاء تجيك في 86 دقيقه بعدها ما تستناش الشيء الكبير على كل حال، رغم استطعنا نسجلوا هدف ولكن كانت كما يقول لك لي كاروت سون كويت.